كشفت تقارير إيطاليا موعد وصول الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب أنتر ميلان الإيطالي حاليا إلى العاصمة الفرنسية باريس توقيع عقد انضمامه إلى باريس سان جيرمان. وحدد موقع توتو ميركاتو يوم غد الثلاثاء موعدا لحلول حكيمي بباريس للخضوع إلى الفحوصات الطبية قبل التوقيع في الكشوفات وصيف بطل الدوري الفرنسي. وأكد المصدر ذاته أن أسد الأطلس سينضم إلى الفريق الفرنسي بموجب عقد يمتد إلى صيف سنة 2026. واتفق الأنتر وسان جيرمان إلى إنهاء صفقة أشرف حكيمي بأكثر من 60 مليون أورو بالإضافة إلى المكافآت. ومما زاد من صحة الخبر نشر أشرف حكيمي على حسابه في موقع تويتر لهذه التغريدة.